منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو أصدرت تقريراً مفصلاً يسرد الإنجازات التي حققتها خلال الفترة من ماي 2019 إلى شتنبر 2020 في إطار حرص الإيسيسكو على تطوير آليات تقييم عملها وقياس أثره الميداني استجابة لتطلعات دول العالم الإسلامي في مجالات التربية والعلوم والثقافة. التقرير يستعرض في 261 صفحة من الحجم الكبير ما أنجزته الإيسيسكو منذ تولي الدكتور سالم بن محمد المالك منصب المدير العام للمنظمة في ماي 2019، حيث يعتمد على آليات كيفية وكمية سواء على مستوى الهيكلة الجديدة وتقييم عمل القطاعات والمراكز أو على مستوى التقييم الخارجي عبر مقاربة تشاركية باستطلاع رأي اللجان الوطنية للتربية والعلوم والثقافة في الدول الأعضاء باعتبارها شريكا استراتيجيا في تحديد التوجهات الحالية والمستقبلية للإيسيسكو. ويؤكد التقرير بالأرقام أنه تم تحقيق معظم الأهداف والنتائج المنشودة من الرؤية واستراتيجية العمل الجديدة للإيسيسكو التي عملت القطاعات والإدارات والمراكز المتخصصة في المنظمة على تنفيذها. وأشار التقرير إلى أنه خلال الفترة المذكورة سجلت الإيسيسكو 140 موقعا تاريخيا على قائمة التراث في العالم الإسلامي بعد اعتماد لجنة التراث في العالم الإسلامي للملفات المقدمة من الدول، كما تم الاحتفاء بسبع عواصم للثقافة في العالم الإسلامي. التقرير سرد كذلك المبادرات والبرامج والمشاريع التي أطلقتها ونفذتها المنظمة منذ بدء تفشي فيروس كورونا المستجد لدعم جهود مواجهة الانعكاسات السلبية لجائحة كوفيد-19 وتعزيز قدرات الدول الأعضاء الأكثر احتياجا على هذه المواجهة.